أهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رأي. مع استمرار معاناة أهل إدلب جراء الانتهاكات المتواصلة من قبل قوات بشار الأسد وأيضا الخرق المتواصل لاتفاقات خفض التصعيد التي تبرم دائما بين كل من الروس والأتراك، وإذا هذا الأمر قرر الشاب السوري إبراهيم الزبيبي إلغاء حفل عقد قرانه والتبرع بكل تكلفة هذا الحفل لأهله في إدلب الذين يعانون أشد معاناة. دعونا نلقي نظرة على التغريدة والتدوينة التي قام بكتابتها. في التغريدة التالية أعلن الشاب السوري إبراهيم زبيبي، والذي كتب ليقول بأنه أعلن أن الأربعاء القادم الموافق 1/21/20 يوم حفل لعقد قراني على الفتاة التي قسمها لي ربي وأحبها قلبي، لكن الأمر جلل، الأرض أرضنا والناس أهلنا والدماء دماؤنا والمصاب مصابنا، فمعذرة إلى ربنا ثم معذرة إلى أهلنا، نلغي حفلنا أنا ونور ونعلن عقدنا بصمت كما يشاهد العالم موتنا بصمت، ونتبرع بتكلفته كاملة لأهلنا وبقايا ثورتنا للصامدين الصابرين لامتداد تاريخنا القديم وصوتنا الصارخ في وجه الظالمين دون فضل منا أو منا، تبرع بها للحملات الطارئة التي تقيمها غراس النهضة. اللهم تقبل منا واجعلنا للمتقين إماما. حول تلك التغريدة وما الذي دفعه للقيام بهذا الأمر، اسمحوا لي بأن أرحب بالشاب إبراهيم زبيبي والذي نال إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من العديد من المغردين والمدونين جراء قيامه بإلغاء حفل عقد قرانه والتبرع بكل تكلفته لأهل إدلب. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا أستاذ علاء، حياك الله. أهلا بحضرتك، بداية كيف الحال؟ بخير الحمد لله، الله يسلمك. الحمد لله. بداية، ما الذي دفعك للقيام بهذا الأمر؟ بصراحة كان الوقت اللي قررنا فيه عقد قراننا كان بنفس الوقت اللي صارت الحملة فيه على إدلب، وكان التفاعل معها بهذاك الوقت كثير ضعيف، تفاعل إعلامي كثير خفيف، تفاعل دولي فينا نقول صفر، الرأي العام بشكل عام ما كان عم يحكي عن المأساة، وكأنه هو شيء عابر يومي، أي حدث عادي ما له هي الـ 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 الآثار اللي ممكن تترتب عليه. قررنا أنا ونور حينها بأنه نلفت نظر نحن لهذا الموضوع ونعمل شوية فوكس على الحملة اللي طالت على إدلب ونقوم بهي المبادرة بهذاك الوقت. جميل جدا. هذا الأمر تفاعل معه العديد من المغردين والمدونين وكتبوا لك العديد من عبارات الثناء والإشادة، لذلك اسمح لنا بأن نطلع على بعض مما جاء فيها. في التغريدة التالية والتعليق التالي الذي لدينا، كتب مجد علاء الدين ليقول بارك الله لكما وبارك عليكما وعوضكما خيرا إن شاء الله. ومن مجد علاء الدين إلى تعليق آخر كتبه أكرم طعمة والذي كتب ليقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وأنجب منكما الكثير الطيب. ومن أكرم طعمة إلى معلق آخر حيث كتبت ريم سرور لتقول أجمل بوست أقرأه منذ زفاف محمود الطويل، يمكن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير جعلها الله فرحة لكما طول العمر. ومن ريم سرور إلى تعليق آخر محمود ولي الذي كتب ليقول جزاكم الله خيرا ووفقكما لفعل الخير وجمع بينكما على خير. ومن محمود ولي إلى مدون آخر كتب ليقول وهو علاء الدين أبو سامر الذي كتب ليقول إن شاء الله تأخذ نصيبك الجنة وإن شاء الله ألف مبروك وبالرفاه والبنين. ومن علاء الدين أبو سامر إلى هاشم الخطيب الذي كتب ليقول جوزيت خيرا أخي إبراهيم، إنها مبادرة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بالخير وأخرج منكما ذرية تقر عين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. طيب اسمح لنا بأن نعرض هذه الأنشودة المهداة مننا إليك سيد إبراهيم نتيجة هذا العقد القران وهذا الزواج المبارك بإذن الله وهذه البادرة واللافتة
الطيبة منك. اسمح لنا بأن نستمع لهذا الكليب. هنا لكم مجددا أستاذ إبراهيم، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. شكرا شكرا يا علاء، الله يسلمك. كيف قابلت كل هذا الحب والترحاب من جانب العديد من المدونين والمغردين والإشادات الواسعة التي نلتها؟ بصراحة أنا ممنون كثير لأي حدا رد علي وأي حدا كتب كومنت، أي حدا شير البوست. أنا كثير ممنون لكمية هذا الحب الموجودة عند الشعب السوري، وحتى في أشخاص كثير من شعوب عربية تانية. الفكرة كانت هي بالضبط هي التركيز على مأساة إدلب. هي كانت لحتى نقول أنه نحن ممكن ندعم قضيتنا حتى بممارساتنا اليومية، بأي حدث بيصير أو مناسبة شخصية بيصير عند الإنسان فهو ممكن من خلالها يدعم القضية اللي هو طلع مشانها. ممكن يضوي هو على الكارثة اللي عم تصير على أهلنا بإدلب. اليوم نحن عنا تقريبا بداية الحملة، من وقت كان التاريخ الحفل على أساس، من هذاك التاريخ لليوم في عنا 300 ألف نازح تقريبا. يعني أنا عندي مدينة كاملة وأريافها فضيت من الناس، عندي 98% من سكان معرة النعمان وأريافها طلعوا من هذيك المنطقة ونزحوا. سابقا عندي 700 ألف إنسان نازح موجود كمان بالمناطق اللي نزحوا لإلها. هلأ 300 ألف، أنا صار عندي اليوم مليون إنسان موجودين بمنطقة صغيرة. نعم. ما فيها بيوت، ما فيها أماكن لأنه الواحد يتقاوى فيها. الخدمات ضعيفة. فكان هو محاولة لأنه نسلط الضوء أنه نحن فينا بأي شيء ندعم هدول الناس. هدول الناس من أهلنا، من الصامدين الصابرين مثل ما حكينا. نعم. اللي واجب علينا اليوم أنه ندعمهم. الدعم الدولي كثير خفيف، معلومك أنت أنه القرارات الدولية ما تجددت. هلأ في عم يشتغلوا على قرار جديد ممكن إيه أو لا. الهدنة المزعومة على أساس مبارح كانت كمان ما وقفت، تم قصف المدينة كاملا. صحيح، مع الأسف الوضع سيء جدا. فهو نداء لأنه أي حدا بيقدر يساعد بشيء أهالينا الصامدين جوا أنه يساعدهم، أي حدا بيقدر يدعمهم ولو بفكرة بصوت بإرسال مساعدات بالتبرع للحملات أو المنظمات يساهم بهذا الشيء وما يوقف عاجل. طيب السؤال هنا يا إبراهيم، ما الذي دفعك لاختيار منظمة غراس النهضة الإغاثية للتبرع بتكلفة حفل عقد قران لها؟ منظمة غراس النهضة هي منظمة قديمة كانت عاملة بدمشق بمنتصف 2011. أنا على معرفة فيهم وتطوعت معهم بفترات عديدة. بعرف عملهم بالداخل وبعرف الإتقان والإحسان اللي عندهم بصراحة، وأنا أثق فيهم. وهن كانوا احد المنظمات او احد الجهات اللي عم تشتغل هلا بالحمله الطارئه لمدينه ادلب. بلشوا بدايه كان عندهم حمله شتاء عامه، لكن صارت الحمله بلشوا بتوزيع وجبات الطعام على الناس النازحين اللي كانوا بالطرقات وبالسيارات، كونه مثل ما قلت لك من شوي ما في بيوت او اماكن جاهزه لتستقبلهم. فتموا الناس ايام عديده بطرقات وبالسيارات في هذا البرد، فبدون ادنى مقومات الحياة. فبلشت غراس النهضة بحملة لأطعام هدول الناس، وفي عليهم وجبات ساخنة ومياه شرب. لاحقا بالفترة اللي بعدها بلشوا بشيء اسمه فكرة لكفالة إنسان، إنه إنسان عايش بالخارج يكفل إنسان عايش بالداخل. تم التسويق لها من أحد الأشخاص اللي هو أحد جمهور غراس النهضة، قال إنه أخي أنا قاعد بتركيا بدي أكفل حدا جوا، أنا باكل وجبة اليوم خليه هو ياكل معي وجبة الصبح، أنا باكل وجبة الظهر ياكل معي وجبة لاحقا. بعدين غراس النهضة تحولت تمت شغالة هي بموضوع الوجبات الساخنة، واشتغلت على شيء له علاقة بالوقود بالتدفئة. في ناس قعدوا بخيام وفي بيوت. نعم. على العظم نحن بنقول بسوريا، ما بعرف كيف باللغه العربيه، يعني بيت مانو مكفي، هو ما في شبابيك ما في ابواب، فبيتعرض هذا البيت لكثير برد وهواء. فاشتغلوا على شيء هو تسكير دعم او ترميم هي البيوت ودعم هي الخيام لحتى شوي يخف البرد. نعم. على الاقل الناس مات، يعني هن هربوا من الموت تحت قصص بس ما يموتوا برد كمان، اشتغلوا عليها. نعم. كمان فمثل ما قلت لك هي واحدة من الأسباب أنه أنا بعرف المنظمة وهي أحد الفاعلين على الأرض اليوم. وممكن أي إنسان يختار غراس النهضة، ممكن يختار أي منظمة تانية بيثق فيها، أو ممكن كلياتنا اليوم عنا أشخاص بنعرفهم. نعم. تحت بالداخل، فما في عذر لأي حدا
انه ما يساهم ويدعم الناس بالداخل. ربنا يحفظ أهلنا في إدلب ويجعله أيضا في ميزان حسناتكم وميزان حسنات كل داعمي أهل الخير في إدلب وغيرها. عموما اسمح لنا بأن نشاهد مقطع الفيديو التالي لكي نشاهد بعض من الأعمال الغاسية التي تقوم بها تلك المنظمة الخيرية التي اخترتها أنت للتبرع بتكلفة حفل عقد القران. دعنا نشاهد هذا الفيديو. إبراهيم، شاهدنا معاناة كبيرة لأهل إدلب ومع ذلك المجتمع مع الدولي لا يسمع لا يرى لا يتكلم، فبماذا تعلق؟ يعني بصراحة ما بعرف شو بدي أقول لك. بعد هاي السنوات من الثورة السورية وهذا الإجرام اللي مارسه نظام الأسد وهذا الصمت العالمي وهذا الفيتو الروسي اللي كل مرة عم يقتلنا، وكانوا الفترة الماضية سامحين له شوي بإدخال مساعدات عبر الحدود، هلأ كان في فيتو روسي صيني ردوا منعونا، تخيل حتى من هي التفصيل الصغير. يعني هو دعوة لأنه نحن نكفر بكل هذا النظام العالمي القائم اليوم، هذا النظام اللي هو عم يدعي ويتشدق بشعارات الحريات وحقوق الإنسان، وبتلاقي أنت وقت يكونوا الناس في الشرق الأوسط عم يموتوا وعم يقتلوا وعم يعذبوا بالسجون، فهو بيعمل حاله ما أنا شايفهم. هو دعوة لأنه كل الناس تتعاطف مع بعضها، كل الناس تتضامن مع بعضها، ما نستنى اليوم حكومات ودول حتى تنهي قضية أو تنهي مأساة أو إلى آخره، نحاول ندعم نحن بالقدر اللي بنستطيعه على بين ما تختلف الحسابات اللي عم يلعبوا فيها بقى أو شعوب العالم كلها تضغط على الحكومات حتى. يعني اليوم نحن نعول على الشعوب أكثر أنه هي تضغط على الحكومات حتى هي الحكومات تعمل شيء تخفف من مآسي الناس اللي عم تصير وهذا الإجرام اللي عم يكون بالشرق الأوسط ضد الشعوب الثائرة اللي طلبت بأدنى حق من حقوقها اللي هو الحرية والكرامة فقط. نعم، في 19 من ديسمبر الماضي شاهدنا قوات نظام بشار الأسد المدعومة من الدولة الروسية وهي تواصل هجومها على المدنيين في إدلب وخلفت عشرات من القتلى والجرحى المدنيين وبينهم العديد من الأطفال. ما دفعكم لمحاولة إيصال أصواتكم للمجتمع الدولي؟ وعلى مدار الأيام الماضية أقمتم عدة تظاهرات، منها تظاهرة في مدينة إسطنبول وشاركت أنت بها. قبل أن نأخذ تعليق منك على هذا الأمر اسمح لنا بأن نشاهد مقطع الفيديو التالي لأحد هذه التظاهرات. عودنا لكم مجددا. أستاذ إبراهيم، ما الذي يدفعكم لإقامة مثل هذه التظاهرات؟ صراحة هو إيصال صوتنا للناس، هو إيصال المعاناة اللي عم تصير بالداخل للشعوب اللي إحنا قاعدين عندهم، هو نرفع صوتنا بالتنديد، نرفع صوتنا بأنه نقول للقاتل أنت قاتل. هي كانت محاولة وقتها لإقامة التظاهرة عند القنصلية الروسية لكن للأسف ما ضبطت معنا ولقينا حالنا عند القنصلية الإيطالية. يعني أنتم كنتوا تريدون عمل تلك التظاهرة أمام القنصلية الروسية فذهبتم للإيطالية، لماذا حدث هذا الأمر؟ لا، هو كانت على أساس الدعوة عند القنصلية الروسية لكن يبدو لأسباب أمنية تم تغيير مسار المظاهرة حتى فجأة لقينا حالنا عند القنصلية الإيطالية مثل ما قلت لك. ولكن في النهاية الهتافات واحدة ورسائل موجهة ضد النظام الروسي. بالضبط بالضبط بالضبط. نحن اليوم لانه موجودين بتركيا فعم العلاقات بين تركيا وروسيا الفتره الاخيره جيده نوعا ما، فنحن بنحاول نوصل صوره هذا النظام الروسي للشعب التركي، بنحاول نطلب بشكل او باخر من الحكومه التركيه انه تضغط على الحليف الروسي وحتى ينفذ الاتفاقيات اللي عم تكون. يعني مثل ما قلت لك امبارح على اساس في هدنه اتفقوا عليها لكن طول الليل كان قصف وقتل وحرق للمناطق والمدن. فقدامنا فرصة انه نحن الشعوب اللي مهجرين بدول العالم قدامنا فرصة لحتى نطلع نعلي صوتنا ونقول مين القاتل.
اليوم نظام الأسد كل الناس تعرف أنه هو قاتل، بس ما بعرف إذا كل الناس تعرف أنه الروس هن اللي عم يدعموه مثلا. لازم نحن نضوي على هاي النقطة، نقول مين هن شركائه للأسد بالجريمة، روسيا، الصين ودول تانية اللي عم تدعمه. ففرصة أنك توصل صوتك للشعوب التانية هي متاحة عند الشعب السوري المهجر بكل أنحاء العالم، فهي أقل الواجب أنه أنت تعمله، تطلع ساعة برد مثلا توصل صوت أهلك اللي هن بالداخل عم يموتوا. صحيح. طيب، خرق الاتفاقيات المتتالية من قبل نظام بشار الأسد والتي يتم إبرامها بين كل من روسيا وتركيا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد، كيف تستقبلون هذا الأمر؟ يعني نحن صار عنا على المسبق بأنه أي اتفاقية خفض التصعيد هي من وراء كارثة. بصراحة ما شفنا الخير من أي اتفاقية من اتفاقيات خفض التصعيد، كل ما بصير اتفاق بصير بعض منه حرق وتقدم لمناطق تانية وتهجير الناس قسريا من مدنها وبيوتها. مثل ما قلت لك اليوم فقدنا الثقة تقريبا بكل شيء، معولين على شعوب العالم انه هي تعمل شيء تساندنا بقضيتنا. ما بعرف شو بدي اقول لك اكثر، يعني كيف مكفي هيك بهذا المحور. إذن كيف يمكن مواجهة هذا العدوان الغاشم من نظام بشار الأسد وأيضا دولة الروسية، ولكن في أقل من نصف دقيقة نظرا لانتهاء وقت البرنامج؟ يعني نحن كشعوب مطالع بإذن الله مثل ما قلت لك نعلي صوتنا أنه في شعب عم يقتل، نطلب من الشعوب والحكومات أنه تتحرك، نسلط الضوء على هي الجرائم ونطلب المحاسبة. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم الزبيبي الشاب السوري على مشاركتك معنا في حلقة الليلة من برنامج رأيي، كما أشكرك أيضا على اللافتة الطيبة التي قمت أنت بها. شكرا. كما أشكركم أيضا أحبائي المشاهدين على حسن متابعتكم لنا، ونراكم بإذن الرحمن غدا في نفس التوقيت. إلى اللقاء.